وكيف نتعامل ونتعاون سويا عندما نختلف. والمحاضرة في هذه الليلة تعرض الكنوز المكنونة في فقه المعاملات الإسلامية، والتي تجليها الأمثلة العملية والواقعية في حياة الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة. وكفى بنا ما سطره الموروث في تاريخنا من قولة واحد من الأئمة الأعلام الإمام الشافعي، حينما كان لسان حاله ومقاله رأي صحيح يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. حول هذا المعنى يحدثنا فضيلة الشيخ جمال سعيد إمام وخطيب المسك فاونديشن، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه الداعي إلى رضوانه. ثم بعد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أجمعين في هذه الأمسية المباركة التي أذكر نفسي وإياكم بهذه الساعة، وليست الساعة 60 دقيقة، الساعة التي يلتقي بها الناس ويقضون بها وقتا، أن نصحح النية وأن نجعلها ساعة لله رب العالمين. الآن يعني الآن وإحنا بنتكلم فكر في الموضوع في ذهنك واعقد النية أنه أنا جالس هذه الجلسة أتعلم لله وفي سبيل الله، أستزيد في تقواي وفي ديني وفي علمي. فنبدأ بتوفيق الله عز وجل، والوقت محدود والموضوع مترامي الأطراف، نحاول أن نلم شعثه إن شاء الله تعالى بما يتيسر من وقت. الاختلاف أيها الإخوة والأخوات هو التباين في الرأي والمغايرة في الطرح، وقد ورد هذا الفعل كثيرا في القرآن. يقول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم، ويقول: يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ويقول: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء. أما الخلاف فهو مصدر من خالفه إذا عارضه، قال سبحانه وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وجاء بصيغة المصدر: لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقال: وأرجلهم من خلاف. والاختلاف قد يوحي بشيء من التكامل، وهذا يغيب عن أذهان الكثيرين. اختلاف وتكامل، اختلاف في فائدة، نعم قد يوحي بشيء من التكامل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. وأما الخلاف، هذا الاختلاف، وأما الخلاف فإنه لا يوحي بذلك، وينصب الاختلاف غالبا على الرأي، اختلف فلان مع فلان في كذا، والخلاف ينصب على الشخص. ثم إن الاختلاف لا يدل على القطيعة، بل قد يدل على بداية الحوار، فإن ابن مسعود اختلف مع أمير المؤمنين عثمان في مسألة إتمام الصلاة في سفر الحج، ولكنه لم يخالف بل أتم معه. ابن مسعود كان يرى في الحج لازم نقصر الصلاة، نصلي في من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الصلاة الرباعية، نصليها ركعتين، كان الأمير عثمان رضي الله عنه، وعثمان كان يرى أن نتم الصلاة، فابن مسعود الذي انتهى إليه العلم مشى مع عثمان وصلى وأتم معه، وهو يرى خلاف ذلك. ولما سئل في ذلك كيف تفعل هذا، قال: الخلاف شر، الخلاف شر. هناك كلمات قوية في دلالتها إذا اشتد الخلاف، كالنزاع والشقاق، وليس هذا موضوعنا الذي جعلت له هذه الأمسية،
الاختلاف أيها الإخوة والأخوات أنواع، اختلاف مذموم واختلاف محمود. الاختلاف المذموم الغير مقبول اللي يقدح في الإنسان هو اختلاف التضاد، ويرجع أسباب هذا الاختلاف إلى أسباب خلقية متعددة تكون في نفسية الإنسان، الغرور بالنفس والإعجاب وأنا صح والناس كلها غلط، وأنا بفهم والناس لا تفهم، وأنا أستوعب والناس لا تستوعب، سوء الظن والمسارعة إلى اتهام الآخرين بغير بينة من أسبابه، تسيء الظن في المقابل المخالف، لا تنظر إلى كلامه وإلى ما يقول وأدلته وتناقش الأدلة بعقلية وموضوعية، بل تنظر إليه وتهجم على الشخص دون أن تسمع قوله، الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب، اتباع الهوى وحب الدنيا، التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف، العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو جماعة أو قائد، قلة العلم في صفوف كثير من المتصدرين الذين يظنون أنهم أهل للتصدر، عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها، هذا الاختلاف المذموم. أما المحمود هو اختلاف تنوع، وهو عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد، ومن ذلك ما يعرف بالخلاف الصوري والخلاف اللفظي. الإمام أبو حنيفة بيقول عن السنة المؤكدة واجب، وبقية العلماء يقولوا عنها سنة مؤكدة، والجهتين متفقين أنه ما في إثم على تارك هذه السنة، فالخلاف صوري شكلي، خلاف غير حقيقي، فهذا من الاختلاف المحمود. ومن ذلك الخلاف اللفظي، الخلاف الاعتباري، هذه الاختلافات مردها إلى أسباب فكرية واختلاف وجهات النظر في بعض القضايا العلمية، كالخلاف في فروع الشريعة، ولذلك كانت المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب المحترمة في الشريعة الإسلامية، هذا الخلاف وجد في خير قرون الأمة، وجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد مع الصحابة، لقد كان الخلاف موجودا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار بعد الصحابة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم، ولم يحاول أحد منهم أن يحمل أو يحمل الآخرين على رأيه، يجبرهم ويقصرهم على رأيه أو يتهمهم في عمل علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم، بل كان الخلاف موجودا في عصر شيوخ الأئمة، بل كان حتى في عهد الصحابة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة اختلفوا، مجموعة صلوا العصر لما جاء الوقت في الطريق، ومجموعة قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تصلوا العصر حتى تصلوا بني قريظة، فصلوا العصر بعد العشاء في وقت العشاء، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يعنف أيا من الفريقين عليه الصلاة والسلام، أقر الجميع لأن النص يحتمل هذا ويحتمل هذا، حتى نصل إلى المطلوب من المحاضرة أيها الإخوة والأخوات في تصرف السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم في الاختلاف عندما اختلفوا، نسمع إلى أقوالهم، لكن قبل ذلك يؤصل بعضهم هذه المعاني، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، يعتدي بعضهم على بعض ويعتدي على الآخر، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهو اختلاف انتشر في الأمة، يقول العلامة الشيخ ابن بية: اختلاف انتشر في الأمة تعددت أسبابه وتنوعت ألوانه، واستعملت فيه كل الوسائل من تكفير وتفسيق وتبديع وتشويه وتسفيه، وكل ما قل ما شئت من مصدر على وزن تفعيل، واستعمل فيه الخصوم كل أدوات الدفاع والهجوم، وضاقت بالحياد فيه الأرض بما رحبت، فالكل متهم والكل براء، وأعجز داء الأمة الدواء فحضر الشهود إلا شاهد العقل، يقول العلامة ابن القيم: فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباس، وكان كل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام،
لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، لأنه إذا كان الأصل واحداً والغاية المطلوبة واحدة والطريقة المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافاً لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. كيف نجعل أيها الإخوة والأخوات، هذا زبدة اللقاء الليلة، كيف نجعل اختلافنا من هذا النوع الذي أشار إليه ابن القيم؟ فإذا ذلك كان هو الغرض وفهمنا هذه المحاضرة وهذه الأمسية، نخرج إن شاء الله بزاد في هذا اللقاء. أول مسألة ينبغي أن تراعى عند الاختلاف وجوب الإلفة والاعتصام بحبل الجماعة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم وجماعتكم ونصركم. يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، ويقول: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أوامر الله عز وجل بالاعتصام بحبل الله وإقام دينه مقرونة بالنهي عن التفرق والنزاع، مع التنبيه إلى النتائج الحتمية المتمثلة في الفشل، فشل الأمة وعجزها عن القيام بوظيفتها في هداية الناس وإقامة الخلافة الراشدة التي ينتظرها العالمين. الاختلاف قلنا سائغ، وكان بين خيرة الخلق من الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. نذكر شيئا من خلاف هؤلاء الصحابة، وكيف أنهم كانوا يجلون بعضهم البعض ويحترمون بعضهم البعض، ولا يرضون أن يقدح في كبرائهم وعلمائهم ممن هو دونهم. يقول هنا: تقف عائشة إلى جانب ابن عباس رضي الله عنها عندما دخل الحلبة أبو سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين، في اختلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل هي عندما تضع حملها أم أبعد الأجلين 4 أشهر و10 أيام أو مدة الحمل إذا كانت أكثر. تقف عائشة إلى جانب ابن عباس قائلة لهذا التابعي الذي ما بلغ منصب ابن عباس، تقول له: إنما أنت فروج. فروج يعني فرخ الدجاج الصغير. إنما أنت فروج، رأى ديك تصيح فصاح ظنا منك إنك بتفهم يعني وإنك كبير، أين أنت من ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول إنه لم يبلغ هذا بعد درجة الاجتهاد، ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك، وموضوعات الخلاف كثيرة جدا، ولكنها تحسم إما بالتراضي، بالرجوع إلى الحق، وكان أكثر الصحابة رجوعنا إلى الحق وإلى رأي إخوانه من الصحابة عمر رضي الله عنه، أو بالإعذار، يعذر المختلف معه ويرى أن له شبه دليل. خلينا أيها الإخوة والأخوات نذكر أمثلة من ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. من ذلك عندما رفض مالك حمل الناس على الموطأ، قال مالك للخليفة العباسي عندما أراد حمل الناس على الموطأ، وهو كتاب مالك وخلاصة اختياره في الحديث، قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، معتبرا أن لكل قطر علماؤه وآراؤه الفقهية. فرجع الخليفة عن موقفه هذا. كان الذهبي رحمه الله من كبار العلماء المتفتحين المنصفين. قال الذهبي عن الشيخ عبد الستار المقدسي الحنبلي رحمه الله أنه قل من سمع منه، ما كان الناس يسمعوا إله ويستفيدوا بعلمه، لأنه كان فيه زعارة. احنا كنا نظن كلمة زعرنة هذه كلمة عامية ليست يعني من اللغة العربية، فبيقول كان فيه زعارة وكان فيه غلو في السنة، وقال عنه وعنى بالسنة، كان يعني كثير ما يعتني بالسنة، وجمع فيها وناظر الخصوم وكفرهم، وكان صاحب حزبية وتحرك على الأشعرية فرموه بالتجسيم، ثم كان منابدا لأصحابه الحنابلة، وفيه شراسة أخلاق مع صلاح دين يابس. هذا الكلام من الذهبي رحمه الله. وقال أيضا الذهبي يثني ثناء عاطرا على تقي الدين السبكي، مع أنه شيخ الأشاعرة الذي كان بينه وبين شيخه الشيخ تقي الدين بن تيمية من الخلاف ما هو معروف، ثم يتعذر الذهبي عن الظاهرية قائلا يعتذر لهم، ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني،
وتندر مخالفتهم الإجماع القطعي يزكيهم، مع أنه يخالفهم في مذهبهم ويخالفهم في ما يذهبون إليه من رؤى فقهية، مع ذلك يزكيهم ويذكرهم بخير. المعاداة بين المختلفين أيها الإخوة والأخوات كثيرا ما تكون بسبب اتباع الهوى. يقول الإمام الشاطبي: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلفت الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها، فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك بحدث أحدثوه من اتباع الهوى، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. ووصف الشيخ تقي الدين ابن تيمية من يوالي موافقه ويعادي مخالفه ويكفر ويفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهاد، ويستحل قتال مخالفه بأنه من أهل التفرق والاختلاف والبغي. لا يقول انتصر عليه معي ونقاتله معا، وإنما يقول هذا بغي وهذا ضلال. يرى ابن تيمية رحمه الله يقول: يرى ترك بعض المستحبات من أجل تأليف القلوب، يقول: لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن أهلك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا أقمتها أو بنيتها على أساس إسماعيل، يعني بناءها غلط مش صحيح، لكني أترك هذا الأمر حتى لا يتفرق قومك. ويقول هذا نبي يدعي النبوة وها هو يهدم الكعبة، فيترك هذا الحق من أجل أن يحافظ على ألفة الجماعة المسلمة. أيها الإخوة والأخوات، آداب عامة ينبغي للمختلفين أن يراعوها ليعذر بعضهم بعضا: العذر بالجهل. يقول ابن تيمية: كثير من المؤمنين قد يجهل هذا الأمر فلا يكون كافرا لجهله. وفي حديث ابن ماجه عن حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة، يأتي يوم الإسلام يزول ولا يعرف صلاة ولا يعرف صيام ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة، يسرى على كتاب الله، تأتي ليلة على كتاب الله، فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فيقول صلة ابن زفر أحد العلماء لحذيفة راوي الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام، إيش حتنفعهم لا إله إلا الله مدام لا بيعرفوا الصلاة ولا بيعرفوا الصيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة وهو يردد فقال: يا صلة تنجيهم من النار، لا إله إلا الله تنجيهم من النار. وهو يقول له: يسرى على الكتاب، ما في كتاب، والناس لا تعرف الصلاة ولا تعرف الصيام ولا تعرف الصدقة. فيقول: ما عساها أن تنفعهم لا إله إلا الله، فقل تنفعهم، تنجيهم من النار. العذر بالاجتهاد، الإنسان يكون مجتهد وهو أهل الاجتهاد، فإذا خالف فهو معذور. العذر باختلاف العلماء في مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد، كل سلك طريق والعامي يقلد هذا أو يقلد هذا فهو معذور، كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين. الرفق في التعامل أيضا أثناء الاختلاف، الرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى صحابي كان في دينه رقة خفيف، كان في دينه رقة ويحب أن يجلس مع النساء، فيراه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة بعد مرة، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رآه، اسمه الصحابي خوات بن جبير، رآه مع نسوة فقال: ماذا تبغي ها هنا يا خوات؟ قال: يا رسول الله ألتمس بعيرا لي شاردا، بدور على جمل شارد، يعني هو لم يقل الحق لكنه عايز جامل الرسول صلى الله عليه وسلم وخجل منه. والرسول رأى مرة ثم مرة ثم مرة، ثم حسن إسلامه وخلصت توبته، ومازح النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بعدما حسن إسلامه وقال له الرسول: ما فعل بعيرك الشارد؟
إيش صار بالجمل اللي شارد وانت يعني كنت؟ قال: يا رسول الله قيده الإسلام، قيده الإسلام يا رسول الله، يعني عدت إلى ديني وإلى رشدي وتركت هذه الحركات اللي كنت أفعلها. حديث الأعرابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مالا كان له عليه دين، فقال له: أحسنت عليك. الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت عليك. فقال كلاما غير لائق، فهم الصحابة أنه يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يبطشوا به، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدخله في البيت وأعطاه وأعطاه، ثم خرج به وقال: هل أحسنت إليك؟ قال: أحسنت على ما فعلت، وفعلت وفعلت يا رسول الله. فضحك عليه الصلاة والسلام وضرب مثلا بصاحب الراحلة الشاردة: اتركوا الراحلة الشاردة إلي، أنا صاحبها، أنا برجعها، أنتم ستؤذوها وتجعلوها تفر. ألا يتكلم الإنسان بغير علم، أن أدب مراعاة المصالح الشرعية في الإنكار. هناك لعلي أختم بهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. يقول عمر لم يستخلف على حين استخلف أبو بكر، أبو بكر حين استخلف عمر قال له بعض المسلمين: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر، استخلافك عمر علينا، وقد ترى من غلظته. قال: أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك، يعني أنا استخلفت أحسن واحد، بعتقد أنه فيكم أحسن واحد فاستخلفته. وحين قال أحدهم لعمر رضي الله عنه، الآن أقران علماء صحابة كانوا يختلفوا مع بعضهم، اسمعوا كلامهم ببعض، وهذا نهاية فقرتي. يقول أحدهم لعمر: أنت خير من أبي بكر. فأجهش بالبكاء وقال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. من يقولها اليوم على مستوى مركز إسلامي، على مستوى عمل إسلامي في منظمة صغيرة؟ من يقول فلان أفضل مني؟ أنا أفضل الناس، وإذا خرجت تدمر المؤسسة، وإذا غبت ما بضل حد في خير، أنا أنا. هكذا يقول عمر في أبي بكر. اللي حصل بين عمر وعلي، قد كان بين عمر وعلي رضي الله عنهما بعض الاختلافات، ولكن في نطاق أدب أرسل عمر رضي الله عنه مرة إلى امرأة مغيبة، يعني زوجها غائب، كان يدخل عليها فأنكر ذلك، يدخل عليها الناس فأنكر ذلك، فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلاه، عمر إيش عايز مني؟ هذا رجل غليظ. كانت حامل، فبينما هي في الطريق إلى عمر فزعت، خافت، فضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها، أسقطت يعني، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، اللي هو البيبي نيوبورن. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بعضهم أنه ليس عليك شيء، إنما أنت وال مؤدب، هذا حقك. وصمت علي رضي الله عنه، فأقبل عليه عمر. احنا عادة بنغيب البعارض، بنحاول ندبر له تهمة ونخليه مغيب عن وجوهنا، وبنحب كل اللي معانا يختموا وقولوا آمين والشيخ صح ومعصوم. فقال له: يا علي انت سكت ليش؟ فأقبل عليه عمر وقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا رأيهم يا أمير المؤمنين، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. إذا خوف منك ومجابرة إليك بدهم يجبروا خاطرك، والله ما نصحوك. فقال له: أنت إيش بتقول؟ قال: فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها بسببك. فأمر عمر أن يقسم عقله دية الصبي على آل عمر، تحمل الدية، واعتبر نفسه قاتل بالخطأ بسبب فتوى علي رضي الله عنه. هكذا نزل عمر على علي، على رأي علي رضي الله عنهما. بين عمر وابن مسعود أيضا كلام، عمر رضي الله عنه معروف من هو في فقهه وجلالة قدره، كان ابن مسعود أحد رجال عمر رضي الله عنهما في بعض الأعمال، وقد وافق عبد الله عمر رضي الله عنهما في كثير من اجتهاداته، حتى اعتبره المؤرخون للتشريع الإسلامي أكثر الصحابة تأثرا بعمر، وكثيرا ما كان يتوافقان في اجتهاداتهما وطرائقهما، وربما رجع عبد الله إلى مذهب عمر في بعض المسائل الفقهية، كما في مسألة مقاسمة الجد الإخوة، لما بيموت الوارث والجد والإخوة موجودين، مرة إلى الثلث ومرة إلى السدس. كان ابن مسعود يرى في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، أنت علي حرام، أنه يمين. وعمر قال: هي طلقة واحدة. ابن عباس وزيد ابن ثابت أيضا ما كان بينهما من خلاف، ما حصل بينهم رضي الله عنهم أثناء الفتنة من قتال، وكيف علي يخاطب أبناء من كان يقاتلهم: عسى أن أكون أنا وأبوك
غدا في الجنة على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال له أحد المنافقين: تقاتلهم ثم تقول أنت وإياهم في الجنة؟ قال: لا أبل لك إن لم تكن في وفي أبي طلحة فبمن تكون؟ هذه الآية. ونزعنا ما في صدورهم، صحيح تقاتلنا باجتهادنا، أنا مجتهد وهو مجتهد وكل مجتهد مصيب، والله عز وجل ينزع ما في صدورهم وما في قلوبهم من غل. أحدهم ينال من عائشة فينهاه رضي الله عنه عمار عن ذلك. آخر شيء أختم بطلب طلب معاوية رضي الله عنه من صحابي ليذكره بعلي رضي الله عنه، فيقول هذا الصحابي عن علي وعن تقواه وعن صلاحه وعن دينه وكيف أنه يقوم بالليل ويتهجد ويخاطب الدنيا: إلي تعرضت أم إلي تجملت؟ عمرك قصير وحسابك طويل، طلقتك ثلاثا لا رجعة فيه. فيبكي معاوية حتى تخضل لحيته، يبكي على علي وعلى رجولة علي وعلى دين علي. فيقول له: كيف تجدك بعد قتله؟ يقول: كمن ذبح وحيدها في حجرها، كمن ذبح وحيدها في حجرها، لا يرقى لها دمع ولا يهدأ لها بال. يعني هذا شعوري في علي. فمعاوية الذي كان يقاتل علي رضي الله عنهم يسمع لهذه الكلمة أي ويزكي علي ويترضى عن علي. طبعا هذا لا يعجب بعض المنافقين الذين يحبون أن يستغلوا هذا الخلاف بين الصحابة، كما نجدهم الآن في بعض التجمعات الإسلامية أيها الإخوة والأخوات، يثيرون نعرات الحزبية والجماعات الإسلامية، يوالون على هذا الأساس ويعقدون الولاء والبراء: أنت من جماعتي مش من جماعتي أنت علي، مثل ما قال بوش: اللي مش معنا علينا. هذه جملة لا يعرفها الإسلام، ما دمنا داخل إطار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحن إخوة في الله، يجمعنا التوحيد ويسعنا الخلاف. كان أحمد وأختم والشافعي هم علماء الدنيا في زمنهم، وكان يزور بعضهم بعضا، وتحدث ابنة الشافعي أو ابنة أحمد تقول لأحمد: من هذا الذي تمسك بحبل بعيره يا أبي؟ قال لها: ما بتعرفي، هذا الشافعي، هذا كالشمس للدنيا وكالماء للناس، هذا الشافعي. قالوا: يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فلفضله فبفضله، أو زرته فلفضله، والفضل في الحالين له. هذا الموجود كان في عهدهم، اليوم ما نجد عند علمائنا إلا من رحم الله، إنما التنازع والتباغض، واللي بالتالي انتشر بين أتباع هؤلاء العلماء، لأني أنتصر للعالم الذي أقلده ليس لأنه على حق، لأنه قال كلمة فبالتالي أنا أنصره سواء كان مخطئا أو كان مصيبا. أملنا في الله عز وجل في العمل الإسلامي الراشد، وعلى رأس هذا العمل في أمريكا هذه الجمعية التي نجتمع الليلة في ليلة من ليالي مؤتمرها، الجمعية الإسلامية الأمريكية، أن نرشد العمل الإسلامي وأن نجمع ما تفرق منه ليكون يد واحدة ويحترم بعضنا بعضا في الاختلاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بيننا وأن يجمعنا على ما يحب ويرضى، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ جمال سعيد على ما أوضح وأبان من أن ثقافة الاختلاف أو الاختلاف كانت واضحة من اليوم الأول في ثقافة الإسلام والمسلمين وفي عهد الرعيل الأول من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هذا الأمر كان في الأزمنة المشرقة في عهد السلف الصالح الذين عايشوا وتعايشوا هذا المعنى من الخلاف والاختلاف حول سلوكيات السلف الصالح مع الاختلاف والاختلاف. يحدثنا ضيفنا الفاضل الأستاذ مصطفى حسني، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة أنا يعني من ساعة ما عرفت أن أنا هتكلم في موضوع أدب الاختلاف وأنا حاسس بحرارة من جوايا لأني أنا بحب أتكلم في الموضوع ده، لأن وإحنا ماشيين في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى في حاجات بتقطع الطريق. النية بتبقى نية خير، أنا نفسي أقرب لربنا عز وجل، نفسي أقرب من الناس اللي أنا شايفهم من بره كده بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى، وأنا ماشي في طريق لربنا عز وجل بلاقي اختلافات ما بين المسلمين، حد يقول ينفع وحد يقول ما ينفعش، حد يقول صح وحد يقول غلط، حد يقول الأمر ده سنة وحد يقول لا ده لم يرد في السنة. فأنا ماشي في طريق لربنا عز وجل بيحصل تردد وممكن يحصل شك أصلا، فإحنا ماشيين صح ولا غلط. الأصعب من كده إن هذا الاختلاف بيعمل مشاكل بين المسلمين، فتلاقي جزء من المسلمين بينكر على الجزء الثاني، وإحنا مش وقته إن إحنا نكون بنتخانق مع بعض. إحنا دلوقتي وقت بناء، إحنا استغرقنا أوقات كتيرة جدا جدا في الاعتذار إن إحنا والله كويسين، والله المسلمين مش إرهابيين، والله المسلمين دول حلوين، فده ضيع وقتنا. فإحنا عايزين نبني نفسنا ونبني مجتمعاتنا، فلو ما كناش إيد واحدة مش هنعرف نمشي جنب بعض ونصل إلى الله عز وجل. وربنا علمنا إياك نعبد وإياك نستعين، مفيش حد بيعرف يروح ويوصل لرضا ربنا إلا وهو جنب أصحابه وحبيبه. الأصعب من كده إن لما حد بيحب يقرب لربنا ويقرب من الناس اللي بيحبوا ربنا وعايزين يبقوا قريبين لربنا، يجي يشوف المتدينين اللي يقوم بيتخانقوا. وإحنا عندنا في مصر، ويمكن يكون الموضوع ده أيضا من بعض أصحابنا اللي بيدردشوا معنا، موجود في كل حتة حتى في أمريكا، إن شوية مع بعض ليهم شكل معين وشوية مع بعض ليهم شكل معين، شوية دول بيتخانقوا مع دول ويقولوا عليهم كلام مش كويس وينزلوا عليهم شرايط إن هم غلط، ودول يقولوا لأ أنتوا اللي غلط. الكلام ده النبي ما جاش عشان كده عليه الصلاة والسلام. فأنا النهاردة جاي مع حضراتكم، الموضوع كبير هيتلخص في نقاط سريعة، جاي النهاردة أشيل الصخرة دي من أمام عينينا، جاي بكلم صنفين من الناس. الصنف الأولاني الشخص اللي مشي على كلام العلماء وعمل حاجة معينة في الدين وعنده رأي العلماء قالوا عليه، جه واحد أنكر عليه وقال له أنت غلط. الشخص ده أنا هقول له إيه شعورك وإيه رد فعلك. كلامي للشخص التاني اللي متعود ينكر، اللي دايما لما يشوف حاجة هو ما يعرفهاش بينكر ويبدأ يمشي في وسط الناس يتكلم إن ده غلط، ولما يقعد في مسجد يشوف حاجة هو ما يعرفهاش أو من يسمعه من الذين يتحدثون في الدين ما قالهالوش، يقول ده أكيد مدام أنا ما عرفوش يبقى ده غلط. فأنا بكلم أخواني وأخواتي المسلمين اللي من الصنفين دول، اللي هو كلنا، يا واحد بينكر عليه فيتلخبط، يا واحد بيتساهل بسرعة ويتكلم ده غلط ده مش صح أو كما قال شيخنا ده بدعة أو ده لا يجوز. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في نقاط سريعة، رقم واحد، ما فيش دين بعد الإسلام ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش تحصل أحداث في الدنيا ما يكونش فيها إجابة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند شرع ربنا في الإسلام. لأن لو في حاجة بتحصل في الدنيا في أمريكا أو في مصر أو في بريطانيا أو في السعودية في أي مكان في الدنيا على اختلاف ظروف الناس واختلاف ظروف المكان واختلاف ثقافات الأزمنة اللي كل شوية تتطور، أي حاجة بتحصل لازم يكون في رد في الإسلام ده صح ولا غلط. عشان كده الإسلام مظلة كبيرة بتظل كل العالم من أول النبي عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة. ده أول معنى إن الإسلام بيشمل كل الأزمنة لما بتحصل اختلافات في أحداث الناس. ظروف المسلمين في أمريكا غير ظروفهم في مصر، في حاجات
في بلد معينة المسلمين مفتوحة ليهم يعرفوا يعملوها، بلاد تانية لا هم ما يقدروش يعملوا الحاجات دي. طب فين الصح؟ وبعدين نفاجأ ببعض الناس بيصطدم بالمجتمع بتاعه، لأن المجتمع بتاعه مش سامح له بحاجات، مع أن الدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم اداله المساحة أنه لما يكون في مكان مش قادر يعبد ربنا بطريقة معينة عنده مساحة تانية. نكون قاعدين مع بعض في قاعدة من القعدات، أنا قرأت كتاب بيقول يجوز أعمل الموضوع ده، مثلا يجوز أقرأ قرآن ووهب ثوابه للميت، حد تاني ما يعرفش المعلومة دي فيحصل اختلافات، هو اتعلم حاجة وأنا اتعلمت حاجة، فين الصح؟ وهنا سؤال تاني، هل ينفع الصح يبقى اتنين؟ هل ينفع الحق يبقى اتنين ولا الحق واحد؟ فرقم واحد لازم يكون في إجابة في جوه الدين على كل الأسئلة في كل الأزمنة. رقم اتنين، هل ينفع اتنين، واحد يعمل حاجة وواحد يرى ان الحاجة دي لا مش مناسبة ما تتعملش، يجوز ولا يجوز، هل ينفع الاتنين يكونوا صح؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل ان ديننا بيتكون من نوعين من النصوص، في كلام النبي او في كلام ربنا سبحانه وتعالى. نصوص فيها أصول الإسلام ما ينفعش يبقى ليها معنيين، هما الصلوات خمسة، هو ربنا واحد، هو النبي واحد عليه الصلاة والسلام، هو الحج في وقت معين، هو رمضان صيامه فريضة ولا سنة؟ لا فريضة. أصول الإسلام ما فيهاش اختلافات. في بعض النصوص التانية، الكلام ده مهم يا جماعة، في بعض النصوص التانية ينفع يبقى ليها أكتر من معنى. حط بقى على الكلام ده كمان العقول اختلفت، يعني عقل عالم وعقل عالم تاني مختلف، هما الاتنين دخلوا على نص يحتمل معنيين، ده فهم المعنى ده وده فهم المعنى ده، فنشأ حاجة اسمها الاختلاف. بس خد بالك الاتنين دول علماء مش أي حد، لأن أنا ما أقدرش أبص في النصوص وأطلع حكم، أنا ما عنديش العلم اللي يخليني أعمل كده، لازم يكونوا أئمة بيسموهم عند أهل الأصول المجتهدين، المجتهدين. فلما دخلوا الاتنين دول على النصوص اللي ينفع تحتمل معنيين، ده بعقله وده بعقله، طلع الاختلاف. الاختلاف ده يبقى احنا ديننا غلط؟ قال لك لا، ده من حكمة ربنا ان طلع الرأيين دول، لان على مستوى العالم ده ظروف مختلفة، ده أنسب له وأيسر له، أسهل عليه أنه ياخد بالرأي ده، والتاني في البلد دي أو في الظروف دي أو في الزمن ده أو في القرن ده، ده أنسب له أنه ياخد بالرأي ده، والاتنين الله راضي عنهم والاتنين يجوز. أشهر مثال الحجاب والنقاب، أشهر مثال نمسح على حتة من شعرنا بس ولا امسح على شعري كله، أشهر مثال أمسح على الشراب لو كان تخين ولا ينفع أمسح عليه وهو رفيع، مسائل في فروع الدين. أشهر مثال مسافة القصر، لما أسافر كم كيلو، 85 كيلو ولا 83 كيلو؟ يخش العلماء على النصوص، النصوص تحتمل أكتر من رأي، عقل العالم ده يطلع الرأي ده وعقل العالم ده يطلع الرأي ده، ففي ظروف معينة تلاقي نفسك الحمد لله الموضوع ده ممكن يبقى بالرأي ده صعب، الحمد لله ان في سعة في الدين. وهنا ننتقل لنقطة تانية، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء كانوا بيبصوا للاختلاف ده ازاي، وكانوا بيتعاملوا مع بعض ازاي في حاجة زي كده. الإمام الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا بكلمك دلوقتي على أسماء هي من أكبر أسماء الأمة اللي قامت عليها دعائم تاريخ الإسلام كله. يقول الإمام الذهبي: أهل العلم، الكلام ده لازم تحفظ. بص أنا عارف إن في ناس قاعدة نفسها إن أنا أغير الموضوع ده وأتكلم في حاجات تخلي الناس تعيط، وأتكلم في حاجات ترقق القلب، وأنت ماشي في طريقك لربنا هتلاقي مشاكل. لازم يبقى عندك المينيمم من العلم، علشان وأنت ماشي في طريقك لربنا عز وجل، لو أنت كلك روحانيات، جه واحد قال لك أنت غلط، هيضيع كل الروحانيات دي، فلازم يبقى عندك عواميد كده جواك في العلم تبقى مؤسس نفسك. وبعدين نبقى نكمل محاضرات بعد كده، محاضرات الرقائق والعياط والدعاء الجميل، لكن الحاجات دي مهمة. يقول الإمام الذهبي رضي الله عنه رحمه الله، يقول: أهل العلم أهل توسعة. تعرف منين العالم؟ لما يوسع على الناس، أول ما تلاقيه ضيق تعرف أن العلم قليل على طول. أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون، يعني الناس اللي بتفتي
عمالين يكرروا الموضوع ده، وما برح المفتون يفتون الناس فيحل هذا هذا ويحرم هذا هذا. نفس الحاجة، واحد قال ينفع واحد قال ما ينفعش، فلا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا. فين الحق؟ أين الحق؟ الحق مع الاثنين. أيوة، أين الحق؟ يعني الحق الاثنين، لأن كل واحد فيهم اكتشف وفهم من النص المعنى ده، لكنه عارف إن عقله مش عقل النبي عليه الصلاة والسلام، فممكن النص يحتمل دي. طب أخويا اللي بيقول عكسي ده حبيبي، لأن النص يحتمل حاجة زي كده. طب تلامزة الشخص ده بيحبوا تلامزة الشخص ده، تخلقوش مع بعض، سنة النبي كده صلى الله عليه وسلم، زي ما شيخنا كان بيحكي لسه من شوية. الإمام النووي شرح صحيح مسلم، على فكرة الإمام النووي مشهور جدا، اللي عامل كتاب رياض الصالحين في بيوت أغلب المسلمين. يقول الإمام النووي: العلماء، أنا ليه بتك قوي على كلمة العلماء دي؟ لأن إحنا بنواجه في مجتمعنا كتير مننا بيتكلم في الدين يا جماعة، والكلام في الدين ده شيء راقي جدا، لكن الخناق والإنكار دي مش وظيفتنا. إحنا وظيفتنا نبقى أحضان لبعض. كثرة المشاكل والإنكار والتفرقة في المجتمع هي دي المشكلة. يقول: العلماء إنما ينكرون على ما أجمع عليه. لما يكون في مسألة فيها إجماع، واحد يتعول لا الصلوات ستة مش خمس صلوات، لا استنى أقف، أنت مش مسموح لك تتكلم بالطريقة دي، ساعتها بقى نعمل شرايط عليك، وساعتها نتكلم بقى ونقول الراجل ده ابعدوه عننا. لما واحد يطلع يقول حاجة فيها إجماع اتفقنا كلنا، واحد يقوم طالع كده أي الرأي تاني. العلماء إنما ينكرون على ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا ينكرون عليه. حبايب، لا إنكار في مسائل الاختلاف. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أحكي لك دلوقتي قصص. واحد يجي يسأل عالم يقول له هو ده ينفع؟ العالم رأيه أنه ما ينفعش، بس هو عارف أن في حد تاني قال ينفع، فيقول له براحتك اعمل اللي أنت عايزه. أحكي لكم ثلاث قصص كلهم كده، يعني هو فين الصح؟ قال له براحتك، أنا عندي ما ينفعش، بس أنت لو عملتها مش هقول لك حاجة. أيوة أنا جاي بستفتيك. أيوة، هو العالم بيقول له اعمل الأنسب ليك والأيسر ليك. الإمام الأوزاعي، مين هنا من لبنان؟ الإمام الأوزاعي مدفون في لبنان، وهو أحد أكابر أهل أئمة الشام، وهو له مذهب زي الأئمة الأربعة، لكنه مذهب ما انتشرش قوي. الإمام الأوزاعي واحد جي سأله، قاله لو واحد قبل امرأته يتوضأ ولا لأ؟ بصوا يا جماعة، بس بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعد كده لما تلاقي واحد عمل حاجة. زمان زمان كنت أبقى قاعد في قاعدة من القعدات واحد يقول الفتحة لأموات المسلمين، فأنا ما كنتش تعلمت الكلام ده، فأنا كنت أبتسم ابتسامة المتكبر وأبص في الأرض كده أقول دول أهل بدع، سيب الناس تقرأ الفاتحة للمسلمين يا عم دي بدعة، وأبتسم كده ومش فاهمين أي حاجة. وبعدين لما تعلمنا اكتشفنا ان ده قول الجمهور، اصلا جمهور العلماء انك ينفع تقرا قران وتوهبه للميت. انا كنت فاكر ان معلومتي هي الدين، انا الدين يا جماعه، انا الدين، الحاجه اللي انا ما اعرفهاش تبقى حرام وانكر على الناس. فانا ما كنتش اعرف، فافتكرت غلط عشان انا ما اعرفش. فلما تعلمنا اكتشفنا ان الجمهور بيقول عكس الكلام. طب انت ليه لم تتادب بادب الخلاف واسات الظن بالمسلمين وابتسمت وبصيت في الارض كده اكن الناس دي مش فاهمه حاجه واحنا اللي عارفين؟ ليه انت عملت كده؟ لاني ما اعرفش. فلما ما كنتش اعرف بقيت متسرع. الامام الاوزاعي اتسال لو انا قبلت مراتي اتوضى ولا لا؟ يقول الامام الاوزاعي: اذا جاء يسالني قلت له يتوضا، وان لم يتوضا لم اعب عليه. بص انا رايي تتوضى، بس لو ما توضتش مفيش مشاكل. ايوه، فين الحق؟ الاثنين. ممكن واحد قاعد في بيته يقدر يتوضى، واحد بره ما يقدرش يتوضى. لو كان الراي راي واحد بس، وراي واحد بس، كان يبقى في ضيق على المسلمين. وده كلام الامام عمر بن عبد العزيز، يقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا. بيقول أنا بحمد ربنا أنهم اختلفوا، أنا ما كنتش أحب أنهم ما يختلفوش، أنا حابب أنهم اختلفوا. ليه يا عمر بن عبد العزيز؟ قال: لأنه لو كان رأيا واحدا لكان الناس في ضيق،
لو كان رأي واحد أيوة ده رأيين الاثنين صح، أيوة الاثنين صح، أيوة الاثنين حق. الإمام الأوزاعي واحد قال له هل أبدأ الكافر بالسلام؟ ينفع أقول السلام عليكم ورحمة الله لواحد مش مؤمن بالله؟ يقول الإمام الأوزاعي إن سلمت على واحد مش مؤمن فقد سلم الصالحون قبلك، وإن لم تسلم فقد ترك السلام الصالحون قبلك. بص الموضوع فيه الاثنين، بص العلم لو سلمت في علماء سلموا قبل كده وعندهم الدليل، ولو ما سلمتش برضو في علماء وعندهم الدليل، أين الحق؟ الاثنين. حفيد أبو بكر الصديق القاسم بن محمد بن أبو بكر الصديق، أبي بكر الصديق، جي واحد سأله لو أنا بقرأ وراء الإمام الفاتحة، الإمام أرى الفاتحة وبعدين ساب لي مساحة صغيرة جاي يقرأ الفاتحة أم داخل في الصورة الصغيرة القصيرة، أقرأ ولا ما أقرأش؟ قال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة حسنة. صح كان بيقرأه حتى لو الإمام دخل في الصورة اللي بعدها، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة حسنة. أين الحق؟ فين الصح؟ مين اللي يبقى صح وغيره غلط؟ ده بيتصرف غلط ما تعملوش زيه. الاتنين حق، الاتنين صح، وده مش بينكر على ده، ده شايف ان انا كده بتصرف صح، بس في صح تاني غيري انا ممكن اكون معرفوش، ولما اعرف ان في صح تاني احترمه. لذلك سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث كان يقول ما اختلف فيه الفقهاء، لما يكون في اختلاف في مسألة فلا انهى احد من اخواني ان يعمل باحد القولين. اصحابه حواليه تلامذته أمر اختلافي بين الفقهاء، واحد بيقول ينفع وما ينفعش. في الفروع اللي في الدين احنا ما عندناش جوه ديننا اختلافات في أصول ديننا، فلما يقول لتلامذته اعمل بأي واحد لأن المسألة اختلافية. أين الحق يا سفيان؟ ده أنا لسه هقول لكم قصة ملهاش حل، لأن في سؤال دلوقتي بيجي في أسئلة في ذهن حضراتكم، طب انا ينفع اخد برايي وبعدين اتزنق اخد بالراي الثاني؟ هقول لك قصه رهيبه دلوقتي، طبعا ملهاش حل بالمصري يعني حلوه، يعني مش ملهاش حل يعني مشكله. انا بخاف ان لغه، لان مره كنا قاعدين مع احد اصدقائنا من بلد عربي فبنقول الموضوع ده فظيع، ففظيع يعني وحش عند بعض الناس، هو فظيع عندنا يعني حلو قوي يعني. ف زي بقول لواحد صاحبي هنا في أمريكا من يومين بقول له بص هقول لك حاجة قنبلة، قنبلة بالمصري يعني حلوة، قال لي ما بلاش قنبلة دي في أمريكا بقى. أنا عايز أقول له قنبلة يعني حلوة، يعني حاجة هي في مصر كلمة قنبلة دي يعني حاجة حلوة قوي، فهقول لك بقى بص حاجة ملهاش. فواضح أن أنا محتاج أخد الإمام مالك بيقول بص الكلام الحلو، وصفي نفسك، أنا بكلم نفسي دلوقتي، صفي نفسك لما تلاقي واحد بيختلف معاك، لأن ممكن الحق يتعدد والصح يتعدد. يقول الإمام مالك اختلاف، أنا بقول الكلام ده عشان آخر ثلاث كلمات، اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، وكل يتبع ما صح عن عنده. أنا عندي الموضوع ده صح فأنا همشي وراه، وكل يتبع ما صح عنده. احفظ الجملة اللي جاية دي، وكل على هدى، وكل يريد الله، كل على هدى وكل يريد الله، الكل حلو. أين الحق يا إمام؟ الكل حلو. أيوة فين الصح يعني؟ الكل حلو. أيوة بس ده واحد بيقول كده واحد بيقول كده، الكل حلو، كل على هدى وكل يريد الله. سؤال، لما يكون عندي رأيين في مسألة أخذ بالأحوط اللي هو الأشد شوية عشان أبقى في الأمان، ولا أخد بالأيسر عشان أعرف أستمر على الموضوع ده؟ يعني عندي رأيين في مسألة، الرأي ده بيقول لا ما ينفعش، ورأي التاني بيقول لا ينفع، الأحوط لا بص خلي الأحوط ما ينفعش، ولا أقول لك الأيسر عشان أعرف أعبد ربنا واستمر هاخد بالأيسر أحسن. لو خدت بالأيسر ينفع واحد يقول أنت متسيب في الدين خذوا ما آتيناكم بقوة، ولو خدت بالأحوط ينفع واحد يقول على فكرة أنت متشدد؟ العلماء ليهم قولين في المسألة دي. قال لك ينفع تاخد بالأحوط، كل واحد حر في دينه، أنا هاخد بالرأي ده أنا مطمن. وعلى فكرة في شخصيات مننا ومش غلط لو ما خدش بالأحوط يجيله وسواس، لا أنا كده بتصرف غلط، لا أنا هاخد بالأحوط وأطمن نفسي.
لو حد قال لك انت متشدد ما تسمعش كلامه، انت ماشي صح. واحد تاني يقول لك لا. تقول السيدة عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. الله، استنى، اسمع اسمع. امرين يختار الايسر ما لم يكن اثما، يعني في امرين صح اهو، ما دام الاثنين مش اثم خلاص هختار الايسر، ما لم يكن اثم او قطيعه فيه اثم او قطيعه رحم. فيقول لك لا، بص انا هاخد بالايسر علشان اعرف استمر واعبد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك سفيان الثوري يقول، بص الكلام الحلو، يقول: انما الدين، عارف ايه الدين؟ الرخصه من الثقه. الدين انك تيجي تسال الثقه العالم يسهل عليك، وان التشديد يحسنه كل احد. انا النهارده تيجي تسالني وانا ما اعرفش هل يجوز، فانا اقعد افكر كده، لو قلت لي ينفع احسن يطلع، ما ينفعش فانا اروح في بقولك ايه، حرام. الله، طب ما دي انا ناقصت دقيقتين مش خمسه، 10 دقائق لحقت قبل ما يجي لي. انا عارف اللي بيقعد هنا هو اللي بيمسك الموضوع ده. فاللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. فانما الدين الرخصه من الثقه. يبقى انا النهارده جاي بسال عالم. سفيان الثوري ده سموه امير المؤمنين في الحديث، اتولد سنه 94 هجريا. تتكلم في واحد يعني من السلف، من السلف، من ائمه السلف الصالح. فبيقول ايه تعريف الدين؟ ان احنا نيسر على الناس، لان التشديد اي حد يعرف يعمله، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، انا في الامان وانتوا بقى روحوا في اي حاجه، المهم انا طمنت على نفسي اني ما قلتش لحد حلال وجايز يطلع حرام، لان انا ما اعرفش. فانما الدين الرخصه من الثقه، وان التشديد يحسنه كل احد. فلو جات لك مسالتين عرفت ان فيها رايين، خدت بالاحوط ربنا يتقبل، انت عايز تطمن نفسك، خدت بالايسر ربنا يتقبل، انت عايز تمشي على اللي انت متاكد انك تقدر تستمر عليه. خد بالك، اللي ماشي على الايسر ما ينكرش على الاحوط ويقول بص المتشددين دول، واللي ماشي على الاحوط ما ينكرش على الايسر ويقول لك دول ناس متسيبين وبيميعوا الدين. ده مش من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في حاجه معينه انا واخد فيها راي فقهي، وبعدين عارف ان في راي تاني اتزنقت، هل ينفع احول من الراي ده على الراي ده؟ واحد يقول لي انت كده بقى بتلعب مع ربنا ولا ايه؟ اقول لك تصدق كلامك شكله حلو، انا لو واخد براي معين وعارف ان ده ممكن يبقى ده الصح، ليه غيرت لما اتزنقت؟ هو انا واخد الدين كده عمال اغير والعب في سنه النبي؟ ايوه الكلام ده شكله حلو، بس انا مش هعمل كده الا لما اهل العلم يعلمونا. يا ترى السلف كانوا بيعملوا كده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في الفقه الإمام مالك، فقه الإمام مالك، المذهب المالكي، لو أنا الإمام وحضراتكم بتصلوا ورايا وأنا بصلي، لو اكتشفت أن أنا مش متوضي صلاتي باطلة، وهقول لحضراتكم كلكم تعيدوا الصلاة، آسف حضراتكم ما تعيدوش الصلاة، أنا صلاتي خلاص باظت باطلة، ومش هقول لحضراتكم وانتوا صلاتكم صحيحة. يعني انا دلوقتي خلصنا الصلاه مثلا وانا بسلم قاعد بختم الصلاه، اخ ده انا ما توضيتش، انا بس اللي عيد الصلاه وانتوا تمام. فقه الامام ابو حنيفه، لو انا الامام واكتشفت ان انا مش متوضي صلاتي باطله، وانتوا كلكم لازم كمان تعيدوا الصلاه، انتوا كمان صلاتكم باطله. افتكروا كويس، مالك ما تعيدوش انتوا الصلاه، انتوا المامومين والامام يعيد، ابو حنيفه الكل يعيد. محمد بن يوسف تلميذ ابو حنيفه ماشي على رأي أبو حنيفة، راح المدينة، فالخليفة قال له ما تصلي الجمعة بالناس في المسجد. أبو حنيفة: لو أنا الإمام وضوئي مش متوضي أنا أعيد الصلاة وانتوا كمان، مالك هو بس اللي يعيد الصلاة وهم لا. راح الحنفي اللي تبع أبو حنيفة يصلي في المسجد اللي في المدينة اللي كان على مذهب الإمام مالك، صلى بالناس كام واحد، مئات او الاف، الله اعلم ساعتها في المسجد النبوي كان بياخد كام واحد. بعد ما خلص الصلاه اكتشف انه مش متوضي. الكلام ده في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه، القصه دي يعني. فقال انا هعيد لوحدي وهم مش هيعيدوا. الله، ده انتوا عندكم يا احناف ما تعتقدون انه الحق
والذي تدينون به إلى الله والذي مش عارف ترون أنه هو الطريق السليم. إنك أنت الناس كلها تعيد الصلاة، أنت ليه غيرت؟ فقال أبو يوسف، أبو يوسف ده هو تلميذ المباشر لأبو حنيفة، يعني خلاصة المذهب الحنفي عند أبو حنيفة وتلامذته، ده من أكبر تلامذته. يقول بعد ما استخلفوا الخليفة واكتشف أن وضوءه منتقد فعاد لوحده وما قال لهمش يعيده، قال فصلى بالناس ثم ذكر له أنه كان محدثا، يعني ما كانش متوضي، فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له فقال احفظ ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين، يعني اللي في المدينة، يعني مذهب الإمام مالك. أنا مش قادر أخد بالرأي ده دلوقتي، عشان كده بعض فقهائنا المعاصرين واحد يجي يسأله سؤال يقوله بص، وهو مثلا عايش بره وإحنا نكون مثلا في مصر، يقوله بص هبحث ليك في أقوال المذاهب شيء يناسبك وانت في البلد دي. واحد يقوله إيه ده؟ انت اين الحق الذي تعتقده؟ انت هتدور له جوه الدين على الحاجه؟ هدور. السلف كانوا بيعملوا كده عشان يعرف يعبد ربنا، لانه لو كان كما يقول عمر بن عبد العزيز رايا واحدا لكان الناس في ضيق. فالصح ممكن يتعدد. تاني قال ربما ضاق علينا الشيء فاخذنا بقول اخواننا المدنيين. الخلاصة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كل المسلمين بيحبوا ربنا، وأي حد بيعرف معلومة جديدة بيبقى عايز يقول للناس يا جماعة الصح هو المعلومة الحلوة، هي بتبقى من جواه نية حلوة. ولكن العلم نور، الإنسان لما بيتعلم في حتت في حياته بتبقى مضلمة بتنور. من الحاجات اللي لازم تنور في حياتنا احترام الآخر، وأنا لا أقصد بالآخر هنا من يخالفك في العقيدة. خلينا بس الأول مع بعض نبقى أمة واحدة ونحط إيدنا في إيد بعض، حتى لو اختلفنا في الآراء، لأن الحق ممكن يبقى معاك وأنا بعمل حاجة غيرك وأنا كمان معايا الحق، وإحنا الاتنين نبقى جنب بعض ونحب بعض. ولا إنكار في مسائل الاختلاف لو اختلفنا، لأن ممكن يطلع القول اللي عندك صح أنا بحترمك زي ما أنت كمل، وممكن يطلع القول اللي عندي صح أرجوك احترمني أنا هكمل علنا فيه. ولما نكون مع بعض هستعين قصة مولانا قالها من شوية واختم بها الكلام. ابن مسعود وهو من أكبر فقهاء الصحابة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في منى حتى وقت في الحج في آخر الحج صلي الظهر في وقته ركعتين، العصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته ركعتين. سيدنا عثمان بن عفان لما جه وقته كان بيصلي، هو يرى اجتهد ان لا ظروفه مش زي ظروف النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى بيصلي الظهر في وقته 4 ركعات يتم، والعصر في وقته 4 ركعات. فلما عرف ابن مسعود كده قال لا حول ولا قوة الا بالله، يعني النبي كان بيعمل حاجة وانت يا عثمان بتعمل حاجة. اول ما الإقامة اقامت من الامام عثمان الخليفة، فصلى وراء ابن مسعود عشان في هدف أكبر إن إحنا نكون مع بعض، عشان في هدف أكبر إن إحنا لما في حد بيبص علينا من برة وإحنا عايشين برة يقول بص يا عم بيطحنوا في بعض إزاي، تخانقوا مع بعض إزاي. فصلى وراء 4 ركعات. فلما سئل أنت ليه مش ليه شوية بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هو إزاي يعمل كده، ليه صليت وراه، قال الخلاف شر، فيلا ننزع الشر ده ونقبل بعض زي ما إحنا، إحنا حلوين وربنا بيحبنا زي ما احنا كده، وما دام معاك قول امام كمل زي ما انت، اوعى تنكر على غيرك، الاحسن يكون معاك قول امام، ولو حد انكر عليك انت ماشي صح ما دام انت معاك قول امام. ولم يبقى الا الصلاه والسلام على سيد المسلمين وحبيب المسلمين صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلوا أمين. أمين أعلى شوية.
كمان واحدة ثالثة عشان تكون وتر. أنا اتسألت سؤال من أخت فاضلة كلمتني بخصوص إن إحنا نتحدث عن مشروع نجمع ليه، فقلت لها أنا ما بجمعش إلا الإسلاميك ريليف، عنصري شوية. فقالت لي ده مشروع ماس قرآن إنستيتيوت. قلت لها أنا مش هجمع لكن هتكلم فعلا باللي إحنا مقتنعين به. مشروع قرآن إنستيتيوت كل المراكز حوالين أمريكا، وده من فضل الله عز وجل، بيحفظوا قرآن ويهتموا بالقرآن، لكن هذا المشروع فعلا متفرد، بياخدوا الأولاد من 3 سنوات لـ5 سنوات. أنا خريج في الأزهر، أكرمني الله عز وجل بهذا الأمر، لكن كان من ضمن مشاكلي إزاي أحفظ ابني القرآن. والله لما انتقلت من نيويورك لشيكاغو وجدت حل لهذا الأمر، أن يكون موجود في معهد القرآن عنده 3 سنوات لـ5 سنوات يختم جزء عامة بالإضافة للأخلاقيات الإسلامية العامة. أنا ما عنديش وقت وما عنديش جهد أن أنا أتابع مع هذا الأمر، فوجدت هذا الخير في هذا الموضوع. فأختنا أم ياسر كلمتني على مشروع متفرد، قالت لي مشروع ذهب، فأنا ظنيت ذهب ذهب يعني، فقالت لي كيلو ذهب، عايزين كيلو ذهب يكون مساهمة لله عز وجل ومساهمة أيضا لاستكمال هذا الخير. فطالما الكلام على الذهب يبقى الحديث موجه لأخواتنا الفضليات. حد هيشارك في كيلو الذهب؟ طب الشيخ مفيش فندريزنج، مش أحمد، أنا أحمد طه، يبقى في فندريزنج. حد هيشارك في كيلو الذهب؟ قولوا إن شاء الله. إن شاء الله أعلى. لا إن شاء الله أعلى، لا إن شاء الله بصوت عالي يعني. طيب نسأل الله عز وجل أن يفتح بيننا وبينكم بالخير، وأن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. يعني هذه الليلة هي ليلة الوداع من هذا التجمع الطيب، ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا من غير أنساب بيننا في هذا المقام أن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لكن إن شاء الله السيشن الأخير الانترتينمنت هيكون 7:45، نعم الختام إن شاء الله، حفل الختام سيكون 7:45. كل الضيوف السبيكرز هيكونوا موجودين، فأنتم جميعا مدعوون إن شاء الله حتى يكون السلام والوعد على تلاقي إما في هذه الدنيا أو في جنة الله تبارك وتعالى. إعلان أخير إن شاء الله، سنصلي المغرب.